احيانا بنشعر بالنحس او الحظ السيء اللي عم بطردنا بكل مكان، ولكن دائما بكون في صوت داخلنا بقول يمكن هالاحداث تكون مجرد صدفه. في حفل زفاف منحوس الكل اتفق على انه هالاحداث الكارثيه مستحيل تجتمع عن طريق الصدفه. حفل زفاف الأمير أماديو، أمير سافوي وماريا فيتوريا دالبوزو ب 30 مايو عام 1867. وبعد ما تأجل حفل الزفاف مرتين، مساعدة ماريا شنقت نفسها قبل الحفل مباشرة. أما الضابط اللي قاد موقد الزفاف انصاب بضربة شمس منهار. بوابات القصر فشلت إنها تفتح أمام مسيرة الاحتفال. تم العثور على البوابة بمكان قريب ملقى ببركة من الدم. سقط ضابط من جواده وسحق تحت أحد العربات. أما صديق العريس أطلق النار على رأسه بمسدسه الاحتفالي. المسؤول اللي صاغ عقد الزواج انهار من سكتة دماغية. مدير المحطة سقط وانسحق تحت القطار اللي كان من المفترض أنه يأخذ العروسين على شهر العسل. بعد كل هالأحداث الكارثية المفروض على الزوجين أنهم يلغوا شهر العسل أو حتى يلغوا الزواج كله.